اهلا وسهلا بكم مع مركز المسبار. في هذه المحاضرة نستضيف المؤرخ والروائي المصري الشهير الدكتور يوسف زيدان. يوسف زيدان غني عن التعريف، فهو باحث ومحقق ضليع، له عشرات المؤلفات، اسهم في ابراز احد اروع الانجازات الحضارية للمسلمين عبر تحقيقه لكتاب الشامل في الطب لابن النفيس الذي تكون من عشرات المجلدات، وله إسهامات كبرى في نشر تراث التصوف في الإسلام، كما أنه أحد أبرز الروائيين العرب اليوم عبر رواياته الشهيرة مثل عزازيل والنبطي وغيرهما. وقد ترجمت روايته عزازيل إلى أكثر من لغة، وحازت هذا الأسبوع على جائزة أفضل رواية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لعام 2012، فنبارك للدكتور هذه الجائزة. تتناول المحاضرة اليوم السياق التاريخي للمسيحية في مصر، حيث توضح الإسهام المصري والسكندري خصوصا في صياغة وتطوير تاريخ المسيحية، ابتداء من جهود آباء الكنيسة الإسكندرانية مرورا بالمواقف الكبرى التي واجهتها الكنيسة الأرثوذكسية الإسكندرية وأسهمت بشكل مباشر في صياغة الأرثوذكسية، مع تتبع لهذه المواقف وكيف تعرجت أحيانا إلى مشكلات اجتماعية وعقائدية متعددة أدت إلى انقسامات بين الكنائس الكبرى، مع توضيح تأثير دخول الإسلام إلى مصر على حياة المسيحيين بها خلال 14 قرنا ماضية. سوف تلقي المحاضرة الضوء أيضا على نقاط مهمة في تاريخ المسيحية وحقيقة ما يسمى اللغة القبطية، مع إشارة للحالة المعاصرة للمسيحية بمصر. تتزامن هذه المحاضرة مع إصدار مركز المسبار للدراسات والبحوث كتابه الأقباط في مصر بعد الثورة ليكون متاحا للجمهور، وقد قمنا بتوفير نسخ مجانية للسادة والسيدات الحضور لمن شاء أن يحصل عليها بعد المحاضرة. بين يدي المحاضرة سوف تقدم الباحثة اللبنانية الدكتورة ريتا فرج عرضا موجزا وسريعا في دقائق معدودة عن كتاب المسبار الأقليات الدينية والإثنية في العالم العربي. أشرفت الدكتورة ريتا على إصدار هذا الكتاب وشاركت فيه، وجاء الكتاب الذي شارك فيه باحثون متعدد التوجهات في الوقت الذي يحتاج فيه القارئ العربي إلى معرفة أكثر عن هذا الملف بعد التطورات التي تعيشها المنطقة العربية في العامين الأخيرين. كما ستدير الدكتورة بدرية البشر الحوار والأسئلة مع الدكتور يوسف زيدان، والدكتورة السعودية البشر حاصلة على الدكتوراه في فلسفة الآداب من الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي روائية وكاتبة زاوية شبه يومية في صحيفة الحياة اللندنية. أدعو الدكتورة ريتا فرج في البداية لتتفضل بتقديم الملخص، ثم نبدأ المحاضرة. مساء الخير. بداية أتوجه بالشكر إلى مركز المسبار وإلى كل الباحثين الذين شاركوا معنا في هذه الدراسة. الكتاب تناول يعني 9 مفاصل أساسية، الدراسة حول الأكثرية والأقلية في الإسلام المعاصر. تحدثت فيها عن ثلاثة نماذج: حركة الإخوان المسلمين في مصر، حركة النهضة، والسلفية والسلفيون الجدد طبعا بعد الثورة. وطبعا خلصنا إلى مجموعة نقاط، من بينها أن بناء الدولة الحديثة هو الشرط الأساسي لأي معضلة يطرحها ملف الأقليات. وتساءلنا أي دولة مدنية ينادي بها إسلاميو الثورات. في دراسة الدكتور عبد الحسين شعبان وهو أستاذ القانون الدولي في جامعة أونوغ، تحدث عن تاريخ الأقليات في العراق خلال مرحلة حزب الدعوة، وطبعا توصل إلى مجموعة من الخلاصات من بينها تعرض المسيحيين والصابئة إلى الاضطهاد، وبأن جزءا من الصابئة أجبروا على اعتناق الإسلام.
أما في دراسة شغلي الصيفي وهو باحث متخصص في شؤون الأقليات، تحدث عن بداية المذهب الجعفري في تونس بان الثورة الخمينية، وخلص إلى أن الحراك الشيعي بعد الثورة الإسلام بعد ثورة الياسمين ازداد عما كان عليه في الحكم السابق. في دراسة الدكتور عبد الحكيم أبو اللوز تطرق إلى المدونة الدستورية في المغرب، وأشار إلى أن الدولة الإسلامية، إلى أن المغرب رغم أنه يقر في دستوره بأنه دولة إسلامية، ولكنه في المقابل ينادي باحترام حقوق الأقليات. طبعا تواجه اليوم يعني السلطة المغربية مسألة التبشير، وخلص أيضا إلى في دراسته إلى أن النظام يحاول إعادة تجديد رمزيته الدينية. الدكتور نبيل العتوم هو باحث في الدراسات الإيرانية، تطرق إلى الأقليات اليهودية والأرمنية في إيران، وخلص إلى نتيجتين. الأولى أن المسيحيين في إيران اتخذوا وكافة حقوقهم، ولكنهم اليوم دخلوا في حالة من الصراع مع الدولة بسبب يعني زيادة عملية التبشير، في حين أن اليهود طبعا لهم جميع الحقوق، والدستور الإيراني أيضا يعترف بحقوقهم، وهم ممثلون في مجلس الشورى الإسلامي. أما الدكتور عبد الحكيم عبد مختار موسى وهو أكاديمي وباحث سوداني، تحدث عن الأقليات في السودان والأقباط، وأشار إلى أن إدارة التنوع في السودان هو المشكلة، سوء إدارة التنوع هو المشكلة، وليس يعني التعددية الدينية أو الإثنية في السودان. أما الدكتور عبد محمد نور الدين وهو خبير في الشؤون التركية، تحدث عن الأقليات الإثنية والمذهبية والدينية في تركيا، وسلط الضوء بشكل كثيف على ملف الأكراد وملف الأرمن، وخلص إلى أن الإسلاميين الذين أتوا إلى الحكم لم يقدموا أي حلول يعني عما كان عليه في السابق. وأشار إلى أن تركيا التي اعترفت بالواقع الكردي عام 1991، لكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي لم يحقق أي تقدم في هذا الملف. أما الدكتور عبد الغني عماد هو أستاذ في الجامعة اللبنانية في لبنان، تطرق إلى خطاب المواطنة عند الإسلاميين بدءا من سيد قطب ووصولا إلى يعني التجديد الذي أدخله الإسلاميون يعني على خطابهم بين الثورات العربية، كما أنه سلط الضوء على فشل يعني على وثائق الأزهر، وقال بأنها قدمت يعني رؤية مدنية للدولة وأكدت على حقوق المواطنة وجمعت بين الحداثة والتراث. أما في الكتاب الذي يعني أجرينا أيضا مراجعة لكتاب صلاح زهر الدين وهو مؤرخ لبناني، تحدث عنوان الكتاب طبعا هو الحركات والأحزاب الإسلامية وفهم الآخر، يعني بدأ بتقديم مادة تاريخية وتوثيقية عن خطاب الإسلاميين المعتدلين والمتطرفين بدءا من حركة الإخوان المسلمين وصولا إلى حركة النهضة. طبعا الكتاب فيه خلل منهجي، فهو من جهة تجاهل التحولات التي طرأت على المشهد السياسي العربي بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم، ومن جهة أخرى يعني وجدنا أن هناك تفاوت في النقد، مثلا نراه يوجه نقدا شديدا لحركة الإخوان في رؤيتها إلى الآخر، ومن جهة ثانية نجده يعني يخفف جرعة النقد في قراءته لرؤية مثلا حزب الله تجاه الأقليات والآخر الديني أو السياسي. شكرا لكم. شكرا للدكتورة ريتا فرج على هذه المقدمة عن كتاب الأقليات. ندعو نجمنا ومحاضرنا الدكتور يوسف زيدان لإلقاء المحاضرة. الدكتورة تفضلي. شكرا للأخ العزيز تركي البخيل على
حفاوته واهتمامه ولمركز الإصرار على هذه الدعوة، وأهلا بكم في هذا الموضوع الممتد الشائك المليء بأصابع الديناميت، تاريخ المسيحية في مصر هو جزء كبير من تاريخ المسيحية في العالم، وقد لا أكون مبالغا إذا قلت أن قرابة 60-70% من تاريخ المسيحية كان بمصر، لا سيما في القرون الخمسة الأولى للميلاد. وإذا لو نقرب قرب لك إياه، نظرا يعني لاتساع الفترة الزمنية فدعوني أقسم هذا التاريخ إلى مراحل. المرحلة الأولى منها هي مرحلة ما قبل المسيحية، وقد يبدو غريبا أن نؤرخ للمسيحية في مصر بفترة سابقة على ظهور الديانة، لكن ذلك ما حدث. فلو نظرنا مثلا لهذا الشكل، ولو نظرنا إلى هذا الشكل، لعدنا بالضرورة إلى التراث المصري السابق على ظهور الديانة، فالحياة في وعي المصري القديم لها مفتاح، له هذا الرمز عنف، والألوهة في الوعي المصري القديم تبدأ بسقف أعلى لا سبيل إلى الوصول إليه، هو آمون، وهي كلمة تعني حرفيا في اللغة المصرية القديمة المحتجب المختفي، بعبارة فلسفية الترانسندنتالي الذي لا سبيل إلى إدراكه ولا التماس معه. طيب كيف تكون الصلة بين آمون وبين البشر؟ هنا عالم الآلهة، والآلهة في مصر القديمة كانت تؤلف ما يشبه الأسر، فهناك تسوع طيبة، هناك ثالوث منف، وهذه آلهة فيما بينها علاقات تربط ما بين هذا الإله المتعالي الترانسندنتالي المفارق المحتجب وبين البشر، فمنهم إساد وحور وأوزير، هذا هو ثالوث منف. لو نظرنا إلى هذا الشكل، شكل العالم القديم،
أنتم هنا، هنا فلسطين.